بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها Wonderful Number. طبعا قبل ما ابدأ المسألة عاوز ألفت نظرك لحاجتين. أول حاجة، خليك فاكر إنك أنت في شيت اسمه الفانكشن، يعني ما لقكش حاطط لي كود في المين كله هنا، لا هو بيتكلم في شيت الفانكشن، إذا لازم تقسم لي الدنيا الفانكشن عشان احنا بنتدرب على شيت الفانكشن، ازاي تقسم الكود بتاعك لفانكشن عشان تتعلم صح. ما لاقيش واحد حاطط الكود كله هنا، الكود كله على بعضه هنا، كده انت ايه؟ كده انت بتحل عادي مفيش مشكله، بس مش مطبق فكره الشيت. فخلي بالك من حاجه زي دي. دي اول حاجه. تاني حاجه، افهم معايا المساله، ان المساله ديت عاوزها تفهم بالراحه عشان تفهمها وتقدر تحلها. بيقول لك انه هيديك رقم ان. رقم هيديك رقم، عاوزك تقول له الرقم ده وندرفول ولا لا. طب امتى يكون وندرفول؟ بيقول لك يكون وندرفول لو هو اود، ولو الباينري ريبريزنتيشن بتاعه ايه؟ بلايندروم. طبعا مش فاهم، هقول لك اصبر هفهمك دلوقتي. شوف هنا بيقول لك ايه، سولف ذا بروبلم يوزنج تو فانكشنز. شايف؟ هو اللي قال لك اهو استخدم اتنين فانكشن. إذا ما تروحش تحط لي الكود فين؟ هنا وتقول أنا حليت. لا، اتدرب على الفانكشن يا محترم. تمام. دلوقتي عاوزين نعرف يعني إيه لما النمبر يكون وندرفول، لما يكون أود، يعني يكون أود؟ يعني لو الرقم يديهولك أود، أدي أول شرط اتحقق، إن أود لازم يكون أود عدد فردي. حلو. وإن الباينري ريبريزنتيشن بلايندروم. تمام، نيجي هنا. لو قلت لك ادالك الثلاثة، أول حاجة بتتشيك عندك شرطين، لازم يكون اود. هل هو اود؟ ترو. حلو؟ حلو. إذا ده أول شرط. تاني شرط بيقول لك إيه؟ بيقول لك بص، بيقول لك إن الباينري ريبريزنتيشن إز بلايند رام. يعني إيه؟ يعني عارف الباينري، عارف لما يكون عندك رقم ديسيمال اللي هو رقم عشر، رقم اللي هو ايه؟ رقم صحيح. الارقام بتاعتنا 1 2 3 4 5 دي الارقام بتاعتنا، عاوز احولها لباينري. الباينري اللي هي ايه؟ عباره عن صفر وواحد. الصفر وحايد، عارفها؟ اكيد عارفها. تمام. لو انت عاوزك الاول تحول الرقم ده لباينري، طبعا الباينري بتاع الثلاثه 1 1، ده الباينري، دي مش 11، دي 1 1، دي باينري. تمام. بعد ما حولتها تشوف هل هي بلايند روم ولا لا. يعني ايه بلايند روم؟ يعني لو قريتها من ناحيه اليمين للشمال زي ما تقراها من ناحيه الشمال لليمين، يعني 1 1 هي 1 1. لو مثلا معانا رقم وليكن كده، لو قلنا 0 1 0 1، هل هي 1 0 1 0؟ لا طبعا. لكن مثلا لو 0 1 1 0، اقرا كده من ناحيه الشمال 0 1 1 0 و 0 1 0، قصدي 0 1 1 0، هي هيها. لو قريتها من هنا هي نفسها تقراها من هنا. لو اديت لك مثلا 0 1 0 1 0، اقرا كده لو من ناحيه الشمال 0 1 0 1 0، هنا برضو 0 1 0 1 0، هي نفس القراءه. اذا هيديك رقم تتشيك الاول هل هو اود ولا لا. بعد كده تجيب الباينري ريبريزنتيشن بتاعته، جبت الباينري ريبريزنتيشن بتاعته، تشيك بقى هل هي بلايند روم ولا لا. اظن المساله كده وضحت. حلو حلو. نيجي بقى نشوف عاوزين نحل المساله، هنحلها ازاي؟ ركز معايا، هنحلها ازاي وهنحلها بالتو فانكشن ازاي؟ هنعمل فانكشنز اتنين، عندنا اتنين فانكشنز. طبعا الاثنين فانكشنز بانت من السؤال، فانكشن هتكون بتحول الرقم لباينري، والفانكشن الثانيه بتتشيك هل هي بلايند روم ولا لا. تمام. بالراحه بقى، تعالوا نحل المساله براحتنا خالص. جميل. طبعا قبل ما ابدا لازم تكون فاهم حاجه اسمها بوينتر، عشان لما اعمل البوينتر او استخدمه انا مش هشرحه، انا هعمل استريك. وطبعا البوينتر دي حاجه بتشاور على حاجه في الميموري، هي مش هتبقى معقده ولا حاجه، بس لازم برضو تكون فاهم حاجه اسمها بوينتر. فلو ما انتش عارف يعني ايه بوينتر، هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن اسمه بلاي ليست كده، كام فيديو، 3 4 5 فيديوهات على ما اعتقد يعني، عن البوينترز.
اسمعهم الاول وبعدين تعالى كمل، عشان لما اعمل استريك تعرف ان دي بوينتر. تمام؟ اظن الموضوع مش صعب. جميل. فعاوزين قبل ما نحط ايدينا في المساله خالص نبني التو فانكشن بتوعنا. اول فانكشن بتحول النم اللي هاخده لايه؟ لباينري، وتاني فانكشن بتشيك على ايه؟ هل هي بلايند روم ولا لا؟ حلو. اول حاجه هروح انا عندي لو خدت رقم ايه؟ هسمي الفانكشن الاولانيه اهي باينري، اسمها باينري. جميل اهي. دي اسمها باينري، بتاخد ايه؟ بتاخد رقم اللي هو انت نم. حلو. وبعدين احنا عندنا قلنا التلاته. بص بقى معايا عشان اشرح لك الفانكشن دي تشتغل ازاي عشان احولها لباينري. احنا قلنا ان التلاته الباينري بتاعها 11، جت ازاي؟ بكل بساطه هو خد التلاته عمل لها موديلس الاثنين. تلاته موديلس الاثنين بكام؟ بواحد. تمام؟ تلاته موديلس الاثنين بواحد، فخد الواحد حطه قال ادي اول ايه؟ اول ديشت عندي في الباينري بتاع الرقم تلاته. تمام. التلاته اللي انا عملتها موديلس على اثنين هاخدها اقسمها على ايه؟ اقسمها على اثنين، تلاته على اثنين فيها كام؟ فيها الواحد. اذا واحد ده النتيجه اللي هشتغل عليها للموديلس اللي جايه. ركز معايا، احنا خدنا رقم تلاته وقلنا الباينري بتاعه 11، عاوزين نعرف ازاي ال 11 دي جت. هو خد التلاته عمل لها موديلس اثنين، تلاته موديلس الاثنين بواحد. طبعا انت عارف يعني ايه موديلس، موديلس باقي القسمه، تلاته موديلس الاثنين ايكوال واحد، فدي اول ديشت عندي اهو. حلو. وبعد كده خد التلاته اللي كان عامل لها موديلس قسمها على الاثنين، بقت بكام؟ تلاته على الاثنين فيها الواحد، ما عادش واحد ونص. تمام. بس بنعمل اجنور الفراكشن لان انا هخزنها في انتجر، في مشكله؟ مفيش مشكله. اذا الواحد ديت هي دي اللي عليها الدور ان انا اعمل لها موديلس. تمام. واحد موديلس الاثنين هتساوي برضو واحد، واحد موديلس الاثنين بواحد، اذا ده ايه؟ ثاني ديجيت اهو. تمام. واخد الواحد اقسمه على الاثنين بكام؟ واحد على الاثنين فيها النص، هيجنور الفراكشن يبقى زيرو. خلاص زيرو كده انتهى، كده انا جبت ايه؟ كده انا جبت الباينري. هعملها ازاي هنا؟ بص معايا، اول حاجه هعمل ان، هقول له ايه؟ بي اي اوف ال 100، ده بتاعت ايه؟ ده اللي هخزن فيه الارقام الباينري بتاعتي. هخزن كل نمبر هخزنه فين؟ هخزنه في مكان في الاري. عندي اري مكونه من 100 مكان اهو، 100 مكان لغايه 100. الواحد اهو هنا اهو، الواحد ده برده هنا ايه؟ هنا اهو. تمام؟ في مشكلة؟ أظن مفيش أي إيه؟ مفيش أي مشكلة. حلو. هعمل إيه؟ هقول له وايل. وايل إيه بقى؟ هقول له طول ما النم نوت إيكوال زيرو. ليه؟ لأن أنا لو أنت شايف في الشرح هنا النم أنا وقفت فين؟ وقفت لما الرقم بتاعي أصبح زيرو. فقلت له طول ما النم ما بيساويش زيرو هتفضل تعمل عمليات. إيه هي العمليات؟ هقول له هعمل هنا متغير اسمه انت. تمام. اندكس ايكوال زيرو، ده الاندكس بتاع الاري. فهقول له بي اي اوف النم ايكوال، ايكوال ايه بقى؟ ايكوال النم بتاعي موديلس الاثنين. كده النم بتاعي موديلس الاثنين هيديني ايه؟ هيديني واحد. هيروح في الاندكس رقم زيرو، طبعا هنا اندكس. تمام. بي اي اوف اندكس اللي هو اندكس بكام؟ الاندكس بزيرو. فالبي اي اوف الزيرو نم مده الاثنين اللي هي كام؟ اللي هي واحد. حطها بقت اول رقم هنا اهو اصبح بواحد. حلو. حلو. هعمل ايه؟ هاخد النم على ايكوال كام؟ اثنين. عشان ايه؟ عشان اقسم الثلاثه على الاثنين اصبح معايا الواحد. الواحد ده اتخزن فين؟ في النم. اذا الواحد ده لما اتخزن في النم لما يجي يعيد الحلقه هيعمل نم موديلس 2 اللي هي النم بقت بكام؟ بقت بواحد. فيجي يقسم الواحد على الاثنين تطلع زيرو، فالهوايل تقف. فاهمين الفكره؟ كل الفكره انك انت هتفضل شغال تعمل نفس الخطوات، مش كل مره بعمل مده الاثنين وبعدين بقسم على الاثنين. ايوه وهي مده الاثنين وبقسم على الاثنين، اذا بكرر الخطوات. اذا عملت هوايل النم نوت ايكوال زيرو، طول ما النم ما بيساويش الزيرو، لان انا لو النم ساوت الزيرو خلاص بقف. خليني الايه؟ كل مكان في الاري بتاعتي
بتساوي النم على 2، النم على 2 فهي الواحد، تمام. وارجع اقسم النم على 2، 3 على 2 فهي الواحد. اذا النم دلوقتي بقى فيها كام؟ بقى فيها واحد. حلو. لما الف تاني البي اي اوف اندكس، اندكس كام؟ طبعا المفروض هنا نعمل اندكس بلس بلس عشان في كل مره تزود الاندكس الواحد تتنقل على الاندكس ايه اللي بعده عشان اخزن في المكان اللي بعده. فيبقى بي اي اوف الواحد اللي هو ده هخزن فيه ايه؟ النم واحد. النم ايه اصبح بكام اخر مره؟ اخر مره كان بكام؟ كان بواحد. واحد على مودولس الاثنين بواحد، فاحط هنا واحد. ولما اروح اقسم نم على ايكوال 2، طبعا ديت بتساوي هي هيها نم بتساوي نم على 2، بس دي باختصار طبعا. والبرفورمانس بتاعت ديت افضل من البرفورمانس بتاعت ديت، تمام. فلما اقول له النم بيساوي النم اللي هي بواحد على 2 فكام؟ قلنا فيها النص، هيجنور الفريكشن تبقى زيرو. خلاص لما يروح في الهويل الزيرو نوت ايكوال زيرو فولس يقف كده. الفانكشن ديت بترجع ايه في الاخر؟ حامل ريتيرن للبي اي اللي هي الاري. وعشان اخليها بترجع اري هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له حد فاكر كان بيرجع اري ازاي؟ كان لازم نحط ايه؟ استريك. ركز معايا عشان ما تتلخبطش، كنت لازم تحط ايه؟ كنت لازم تحط استريك عشان برضو نكون تمام. لو رحنا في جوجل وعملنا سي بلس بلس ريتيرن اري، تمام؟ لو رحنا هنا اهو شايف بتعمل الداتا تايب بتاعت الاري واستريك. حلو، ده شيء كويس اهو. الداتا تايب اللي هي ايه؟ انت استريك. لو جينا نرن كده تمام، كل حاجه تمام مفيش مشكله كده. اول فانكشن خلصناها، اول فانكشن ايه خلصناها اللي هو احنا ايه اللي هو احنا جبنا الباينري بتاعها. فاضل بقى نعمل فانكشن ثانيه اسمها ايه؟ بلاين درام اهو. فهنروح نعمل فانكشن ثانيه اهي اسمها بلاين درام. بتاخد ايه؟ هتاخد الاري بتاعتي. لو انت برضو عاوز تتاكد انك انت وانت بتبعت اهو بتبعت اري ازاي، انا بس بجيب لك برضو عشان ايه تتاكد اهو. بتبعت عادي انت اي ار ار اهي، لو عاوز تبعت لها اري جميل اهو تمام. بترجع ايه؟ بترجع بوليان اللي هو ايه؟ لا اما ترو لا اما فولس، لا اما واحد لا اما زيرو. لو هو بلايند روم هرجع ترو، لو هو مش بلايند روم هرجع ايه؟ هرجع فولس. تعالوا بقى مع بعض بالراحه نشوف هنعمل ايه في الفانكشن ايه؟ في الفانكشن ديت لغايه دلوقتي جميل. فنيجي على البلايند روم وبالراحه. المفروض الفانكشن ديت رجعت لي اري اهي فيها ايه؟ فيها 1 1، صح؟ طبعا الاري ديت، الاري ديت السايز بتاعها 100 لان انا عاملها اهو هنا ايه 100، تمام. ركز بقى معايا، مش المفروض دي لو هعتبرها 1 1 فانا المفروض اقف بحاجه في الاول واقف بحاجه في الاخر وابدا اقارن هل الواحد بتساوي الواحد ولا لا. ليه؟ لانك انت لو عندك رقم كبير زي كده، زي كده اللي هو ايه مثلا 1 0 0 1، فعشان تعرف ان هو بلايند روم ولا لا بتقرا هنا زي ما بتقرا هنا. لو جيت تبص هتلاقي ده بيساوي ده وهتلاقي ده بيساوي ايه ده، صح ولا غلط؟ صح. اذا بقف ببوينتر هنا واقف ببوينتر هنا وابدا اشوف هل ده بيساوي ده، تمام. هل ده بيساوي ده، تمام. خلاص اذا بلايند روم، غير كده ما ينفعش، تمام. هنا في الواحد وفي الواحد هقف واحد هنا وواحد هنا، هيبقى عندي بص عشان ايه ابينها لك، هيبقى عندي بوينتر هنا وبوينتر هنا. فالبوينتر ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على ده، وده بيشاور على ده، هم رقمين بس. فابدا اقارن ما بينهم، هل الواحد بيساوي الواحد؟ ايوه. يبقى واحد واحد من الناحيه ديت هي هي واحد واحد من الناحيه دي، اذا ما فيش اي مشكله. جميل جميل. هعمل بقى ازاي؟ اول حاجه هعمل فولو. حلو. انت اي ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. ركز معايا، اي ايكوال زيرو دي اللي هتبقى البوينتر اللي بادئ من البدايه، تمام. عاوز اعرف كمان بوينتر اللي هو هيعمل من النهايه بقى. ركز معايا، ركز معايا كويس جدا. فاكر الاندكس ده؟ ايوه فاكره. الاندكس ده كان اخر مره بيقف فين؟ لما كان زيرو
اهو، وبعد كده بقى 1، واخر مره بعد ما قسمت نم على ايكوال 2 طلع بزيرو، بقى بكام؟ بقى ب2. اذا بقى واقف هنا صح؟ ايوه حلو. اذا انا عاوز ايه دلوقتي؟ الاندكس ده ب2 تمام، 2 اللي هو المكان ده، انا عاوز يكون المكان انهو المكان ده. اذا هعمل ايه؟ هقول له وزد ايكوال اندكس ناقص 1. لما اجيب الاندكس اللي هي هتكون 2 تمام، وناقص منها 1 هتكون كام؟ هتكون 1. فلما يروح هيجيب انهو؟ هيجيب العنصر ده. اذا كده الاي ديت بتشاور على ال1، والزد ديت بتشاور على ايه؟ بتشاور على ايه؟ على ديت الواحد الاخيره تمام. هنا هتلاقي الاندكس لو انت طلع لك الرقم ده في الاري، هتلاقي بالمنظر ده، والاندكس مشاور على رقم كام؟ ده اندكس 0، ده اندكس 1، ده اندكس 2، ده اندكس 3. هتلاقي الاندكس ده مشاور على اندكس 4. فلما تيجي تعمل زد ايكوال اندكس ناقص 1 اللي هي 4 ناقص 1 3، ف 0 1 2 3 تلاقي اندكس 3. شوفها بس على الواحد الواحد وانت هتفهمها. انت الاندكس اخر مره كان واقف على 2، وانت عاوز تقف على اخر واحد، فناقص منها 1. اذا كده هو راجع خطوه لورا، فبقى واقف ايه؟ بقى واقف هنا. طبعا لو انت مستغرب ازاي الفور تقدر تعرف فيها 2 متغيرات، طبعا دي حاجه قديمه. طبعا الايه الفور ممكن تعمل انت اي وزد عادي، مفيش مشكله. ده اول ايه؟ اول حاجه. انت ممكن كنت على طول بتعمل انت اي ايكوال 0، عاوز تزود كمان متغير عادي مفيش مشكله اهو. اذا دول التو بوينتر بتاعنا تمام. نيجي بقى نشوف الكونديشنز بتاعتنا. الاي الاي مالها بقى؟ الاي اقل من ايه؟ اقل من الاندكس، لان الاي عمرها ما هتزيد على الاندكس. الاندكس اللي هو ايه؟ اللي هو 2 ناقص 1 ب1، اللي هو اندكس 1 اللي هو 0 1، يعني يمشي للاخر اخرها الاندكس صح؟ تمام. طب بالنسبه للزد، والزد اكبر من او تساوي 0. ليه؟ لان بص لو انت فهمتها كده، انت عندك الاي بتشاور هنا، فالاي هيفضل ماشي لغايه الاخر، لغايه الاخر اللي هو ايه؟ لغايه الاندكس. اقل من الاندكس يبقى الاندكس مش معايا، لانها اقل من، مش اقل من او تساوي، في فرق. اقل من يعني الاندكس مش معايا، اقل من الاندكس يعني الاندكس ب2 تمام؟ الاندكس ب2، فاقل من الاثنين يعني هيقف عند الواحد تمام؟ ركز. الاي اقل من الاندكس، الاندكس عندي ب2، فالاي طول ما الاي اقل من الاثنين هت ايه؟ شغاله. يعني الاي لو بزيرو او بون تمام، لكن ب2 ما تنفعش لان الاثنين مش اقل من الاثنين. حلو. والزد اللي هي البوينتر الاخير هيفضل ماشي لغايه ايه؟ لغايه ما يوصل لاول اندكس. اول اندكس كام؟ اللي هو الزيرو. فالزد طول ما الزد اكبر من او تساوي الصفر برضه شغاله تمام. وفي الاخر هعمل بقى ايه؟ البوينتر الاول بفضل ايه؟ ازود فيه، فهقول له الاي بلس بلس تمام، والبوينتر الثاني طبعا ديت المفروض كوما تمام، والبوينتر الثاني اللي هو الزد، الزد بايه؟ من ورا لقدام. اذا زد ماينس ماينس. اذا يعتبر دول 2 فور، واحده فور من البدايه للنهايه، والثانيه فور من نهايه للبدايه. حلو حلو. هقول له اف. اف ايه بقى؟ اف الاي ار ار اوف اول بوينتر الاي تمام؟ نوت ايكوال، نوت ايكوال الاي ار ار اوف الزد. هعمل ايه؟ هعمل ريتيرن فولس. معناها ايه؟ معناها ان انا ايه؟ لو انا عندي ايه؟ مثلا رقم كده 1 0 1 0، فهقارن ده باخر واحد. هل الواحد لا تساوي 0؟ ايوه. اذا كده هرجع فولس، كده هو مش بلايند روم، لازم كانت الواحد تساوي ايه؟ واحد هنا. لو جينا هنا هل الواحد تساوي الواحد؟ ايوه. خلاص مش هيخش هنا، لان عشان يخش هنا لازم الاثنين ما يكونوش بيساووا بعض تمام. هل الزيرو بتساوي الزيرو؟ ايوه. خلاص مش هيخش هنا تمام. افرض خلص الفور من غير ما يخش هنا، خلاص في الاخر هقول له ريتيرن ترو. كده لو هو عدى من الفور ديت وفضل يتشيك على كل رقمين ويشوفهم هل هم مساويين ولا لا، لو كله طلع متساوي اذا مش هيريتيرن حاجه، فالفور دي هتخلص من غير ما يخش جوه الايه؟ من غير ما يخش جوه الاف، فخلاص الفور دي عدت بسلام، فاعمل ريتيرن ترو. لكن لو في مثال زي ده الواحد لا يساوي الزيرو،
اذا هيخش هنا يعمل ريتيرن فولس مش هيكمل، او ما تعمل ريتيرن مش هيكمل كده ورجع ريتيرن فولس، الفانكشن خلصت. تمام؟ اذا دول التو فانكشن بتوعنا. طبعا هيطلع لنا مشكله ان الاندكس، الاندكس ده هو متعرف فين؟ متعرف في السكوب اللي هو في الفانكشن ديت، وانا عاوز استخدمه في الفانكشن ديت، هعمل ايه؟ هخلي الاندكس ديت جلوبال فوق هنا خالص، فوق التو فانكشن. اذا الاندكس ديت اصبحت تقدر تستخدم هنا وتقدر تستخدمها هنا. طبعا لازم تعرف السكوب بتاعت الفاريبل، طبعا شرحتها في كورس السي بلس بلس وشرحتها بالتفصيل الممل، والموضوع كان فيها سهل جدا، وهو هي اصلا سهله. انت لو معرف متغير هنا وليكن اي متغير هنا، ما حدش يقدر يستخدمه غير اللي جوه الفانكشن بس. فعشان اخلي اي حد يستخدمه فحطيته فوق انت اندكس، فهنا يقدر يستخدمه وهنا يقدر ايه يوصل له. تمام، عملت التو فانكشن. ايوه، نيجي بقى نشوف المساله بتاعتنا ونخش جوه المين. حلو، لو خشينا جوه المين اول حاجه هنستقبل ايه؟ نم. هقول له هنا انت نم وسي ان نم. حلو حلو. اول حاجه هتشيك اف النم موديلس الاثنين نوت ايكوال زيرو. لو النم موديلس الاثنين، ركز معايا، لو النم موديلس الاثنين نوت ايكوال زيرو معناها ايه؟ معناها ان هي اود. ايوه اود، اللي هو فردي. ما انت عندك الاعداد جميع الاعداد الزوجيه اللي هي 2 4 6 8 10 الى ما لا نهايه. تمام، لو قسمتهم على 2 هيديك عدد صحيح، يعني باقي قسمه اي رقم زوجي على 2 صفر. تمام، حلو حلو. لو خلينا دي ايكوال ايكوال زيرو، لو النم مدرس الاثنين ايكوال ايكوال زيرو هقول له سي اوت نو واند لاين. ليه؟ لان اول شرط هو ادهولك قال لك لازم يكون اود، فانا اتشكيت. لو لقيته النم مدرس الاثنين ايكوال ايكوال زيرو، اذا كده هو عدد ايه؟ ايفن زوجي، فهقول له نو واعمل ريتيرن. ريتيرن هترجعني للمين فانكشن الانت، والبرنامج مش هيكمل اي كود جاي بعدين. حلو حلو تمام. اتشكيت على الرقم اللي هو 3 وقلت له هل 3 مدرس الاثنين ايكوال ايكوال زيرو؟ لا طبعا، لان 3 فردي، ف 3 مدرس الاثنين فيها الواحد، فالواحد ايكوال ايكوال زيرو لا طبعا فولس، اذا مش خش هنا. نبدا بقى ايه؟ نروح على الفانكشنز. الفانكشنز ديت اول حاجه هجيب الباينري، فالباينري هعمل انت اي ار ار اوف كام؟ اوف 100 ايكوال كام؟ ايكوال باينري واديله ايه؟ واديله النم اهو. اذا هياخد النم ويرجع لي ايه؟ ويرجع لي الري اهو. الباينري ديت هتاخد نم وترجع لي الري. نرن كده الاول، هنا ريتيرن مش قابلها، لو قلنا ريتيرن زيرو تمام، ريتيرن زيرو شغاله تمام. هنا هو مش قادر، طب خلينا كده نعمل ديت ونقول له ايه؟ اي ار ار ايكوال باينري نم. برضه في عندنا مشكله، تعالوا مع بعض نشوف المشكله بتاعتنا ديت بسبب ايه. جميل، لو حد فاكر معايا فوق احنا عملنا انت استريك باينري، الاستريك ديت يعني ايه؟ البوينتر بتاعي هيرجع لي ايه؟ بي اي. البي اي دي ايه؟ الري. حلو، فانا هنزل تحت برضه هعمل ايه؟ انت اي ار ار اهو بوينتر اوف اي ار ار ايكوال اهو ايكوال الفانكشن بتاعتي. فكده هو ده هيرجع ايه؟ هيرجع الري صح؟ هيخزنها في الاري بتاعتي. واحد يقول لي طب فين يا عم دول؟ وايه؟ وال100؟ هقول لك لا، انت عامل هنا بوينتر اهو كده، هو ده اول ما يرجع ده الري هيستقبلها كايه؟ كالري. تمام؟ تمام، مفيش مشكله، زي اللي فوق بالظبط. هنا عشان ارجع الري عملت انت استريك واسم الفانكشن، هنا عشان استقبل من الفانكشن الري بعمل انت استريك واي اسم والفانكشن بتاعتي. رجع لي الاري، هروح اعمل انت ريزلت ايكوال ايه؟ ايكوال لاين دروم، وادي له ايه؟ وادي له اي ار ار.
حلو واتشيك. هو دلوقتي بعد ما خد الاي ار ار البيندروم الايمر جات لي ترو لا فولس وشرحناها. فلو الريزلت اف ريزلت لو الريزلت ترو هقول له سي اوت يس. ما هي لو الريزلت رجعت ترو اذا اف ترو هيخش يعمل ايه سي اوت ليس. طب ايلس سي اوت دي نو. تمام نرن كده ما فيش اي مشكله. لو قلنا ثلاثه طلع لك كيس هي ما فيش اي مشكله خالص. كنترول اي كنترول سي نرد نروح نعمل سبميت كده ونشوف. كنترول في نعمل سبميت ان كيو. Running in test 1 نشوف هل هجيب accepted ولا لا. نعمل reload كده running in test 1. طب هوقف بس عشان لو هو اتأخر وقت الفيديو ما يكونش طويل. تمام طبعا هو هنا جاب run time error والrun time error ان الكود يعني خد وقت اكتر من اللازم. فاحنا اهم حاجه ان احنا قسمنا الكود بتاعنا الفانكشنز. وعشان اوريك ان الكود ده صح مفيش مشكله انا هشيل كل فانكشن واحط الكود بتاعها اللي هو انا هاخد دي اهي. شوف دي ده اهي اهي احطها مكان ايه احطها مكان ديت. اذا ديت عملت اري هجيب الاندكس اهو من فوق احطه هنا اهو. اذا ده الاندكس ودي الاري اللي هخزن فيها ودي الهوايل اللي بتشتغل على النم بتاعي النم اهو. تمام تمام بدل ديت بدل ديت هروح جاي دي اهي الفور اهي وهحطها مكان ايه مكان ديت. طبعا بدل ريترن بقى فولس وتو ديت هشيلهم. لو هنا لقى ان في رقم ما بيسيبش رقم هعمل ايه هعمل سي اوت على طول. هعمل سي اوت ايه سي اوت نو على طول. ليه؟ لان هو هنا هيلاقي ان في رقم ما بيساويش رقم اللي هم التو بوينتر بتوعي اللي جايين من الاول ومن الاخر. اذا هعمل نو واعمل ايه واعمل ريتيرن. حلو حلو هشيل ديت وفي الاخر اعمل ايه اعمل سي اوت يس. عملت ايه هنا؟ هنا بقى الفور ديت كانت بترجع فوق لا اما فولس لا اما ترو. تمام مكان الفولس حطيت سي اوت نو مكان الاي اي مكان الترو حطيت سي اوت يس اهي سي اوت نو. بس عملت ريتيرن زيرو عشان لو هي سي اوت نو ما ينزلش يكمل الكود اللي بعده ويطبع يس. لان لو طبع نو خلاص يبقى هو مش بلايند روم فيقف. طب لو هو عدى من ديت وما طبعش نو اذا ينزل يطبع ايه يس اللي تحت. هل فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. نرن كده ARR. تمام اسم الفانكشن اللي فوق اسمها بي اي مش ARR اهي بي اي. تمام نرن جميل. لو ثلاثة يس حلو كنترول A كنترول C نرجع تاني اهو نعمل سبميت للكود كنترول V اهو ونعمل سبميت اكسبتد ما فيش اي مشكله. اذا الكود شغال وكل حاجه تمام بس بالفانكشن يعني ممكن نكون احنا ايه ما عملناهاش بالفانكشن بالشكل اللي هو. بس انا اشتغلت بالفانكشن وقسمت الفانكشن ورجعت حطيت لكم الكود عادي خالص فالدنيا شغال عشان ما حدش يقول الكود ده ايه غلط. لكن انت لو تقدر تعمل طريقه غير دي بالفانكشن ما فيش اي مشكله. بس انا مش هطول وقت الفيديو اكتر من كده. بس الكود بتاع الفانكشنز دول الاكواد صح فانا هحتاج بالفانكشنز اهي عشان تكون تمام وكل حاجه تمام. وبرضه حطيت لك الكود عادي خالص اهو عشان اعمل سبميت وكل حاجه تكون تمام. فعشان ما حدش يقول لي انت ما حليتش بالفانكشنز لا انا حليت بالفانكشنز اهو ما فيش اي مشاكل خالص. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.